الشهر الحرام من أشهر الحج نضع لبنة في جدار بناء معنويات القوات المسلحة السودانية. هذا البناء المتكامل فكرا وعلما ووجدانا وعاطفة نؤسس عليه لقوات مسلحة مليئة بالقيم والمعاني قادرة على صناعة النصر سلما وحربا. هذه المسيرة هي ميراث وتقليد وجدنا بذرته في تسعينات القرن الماضي تحت مسمى مهرجان الجلالات، الجلالة التي يراد بها الكلمة الموزونة المغفاة المغرونة بالحركة والسير لتنشط الجندي على مواصلة المسير والقدرة على الإنجاز تحت ضغوط الميدان النفسية والبدنية، وهو أمر قديم ورثناه من قائدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نجتمع اليوم أخي المفتش العام في هذه القاعة في مدينة أمدرمان، وما أدراك ما أمدرمان، وذكرى كرري وما أدراك ما كرري، لنربط تاريخ الأمس القريب بالماضي التليد لنجدد الهمة ونشحذ النفوس في عالم يضطرب ولا يحترم إلا الأقوياء. فنحن بهذا العمل إنما نستقوي على أنفسنا أولا ثم على أعدائنا